بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأحلام الكبرى يا إما أن تعيشها أهلي أو تقضيها تمحيك. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، الحلقة 901 901 من ملك وكتابة، جاية أظن بعد فرحة كبيرة قوي بيقضيها الأهلي في الليلة الكبيرة. يا أهلي مبروك، ربنا يبارك لك ويبارك لكل مصر، طبعا الأهلوية لكن بكل مصر بشكل عام، لأن أعتقد أن الكرة المصرية طلعت يعني متسيدة أفريقيا كونفدرالية، ثم الانتصار الكبير المذهل بتاع النادي الأهلي، المذهل لانه جوانبه كما سنستعرض يا استاذ ابراهيم ادى الى اننا عشنا الليله الكبيره بجد مش نتائجه بس. الليله الكبيره يا اهلي وافريقيا كانت محسومه، نشوف واحده من اغاني الاهلي في الليله الكبيره.